أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدأ نشرة من الشأن المحلي، حيث كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن مشاركة شركة ممتلكات القابضة في محفظة استثمارية روسية متنوعة بحصة تبلغ 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن ممتلكات دفعت حتى الآن 100 مليون دولار للاستثمار في المحفظة. وجاءت تصريحات الزياني على هامش الاجتماع الأول للجنة البحرينية الروسية المشتركة في التعاون بالمجال الاقتصادي والصناعي والعلمي، حيث أكد أن المحفظة الاستثمارية الروسية تتضمن 9 شركات عالمية تستثمر في القطاعات العقارية والتصنيع والمتاجر وغيرها. هذا ودعا الجانب البحريني للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي إلى استخدام البحرين كموقع لوجستي إقليمي للشركات الروسية لتوزيع منتجاتها وخدماتها بما فيها الأغذية إلى دول الخليج العربية بالاستفادة من المميزات المتوفرة للتخزين. في خبر آخر، نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع شركة KPMG ندوة حول الجوانب المترتبة على استحداث ضريبة القيمة المضافة بحضور 65 مشاركا يمثلون الشركات المدرجة. وقد تناولت الندوة شرحا تفصيليا حول واقع فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها مملكة البحرين، كما عرضت الندوة الآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا الشركات المساهمة المدرجة في البورصة. كما تناولت الندوة الإجراءات والخطوات التي ينبغي على الشركات المساهمة اتخاذها اليوم للتكيف مع واقع فرض الضريبة المضافة بحلول منتصف العام 2018. تجر الإشارة مشاهدينا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بصدد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة بشكل عام. وهذا وعقدت دول مجلس التعاون جلسات نقاش منتظمة على مدى الأشهر الأخيرة لصياغة واعتماد المبادئ الرئيسية التي يتعين بموجبها استحداث ضريبة القيمة المضافة. ومن المتوقع أن تصادق معظم دول المجلس على اتفاقية إطار العمل الخاص بضريبة القيمة المضافة في وقت قريب من العام الحالي. أعلنت مجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها عن تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهمي الشركة الأم بلغت 149 مليون دولار خلال العام الماضي 2016. هذا وقد سجلت المجموعة نموا ملحوظا في إجمالي الدخل التشغيلي قدره 7% ليتجاوز حاجز المليار دولار. كما ارتفع مشاهدينا صافي الدخل التشغيلي بنسبة 9% ليصل إلى 507 ملايين دولار. وفيما يخص نتائج الربع الأخير من العام الجاري، فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9% ليبلغ 285 مليون دولار، في حين بلغ صافي الربح العائد لحقوق مساهمي الشركة الأم 35 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي موجودات المجموعة أكثر من 23 مليار دولار. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.